وقعت جامعة الفلوجة وجامعة الموصل اتفاق تعاون علمي وأكاديمي يشمل تبادل الخبرات والأفكار بين الجامعتين. أكد رئيس جامعة الموصل والفلوجة أن مذكرة التفاهم تسهم في تعزيز وتطوير العملية التعليمية في الجامعات، لافتين إلى أن مدينتي الموصل والفلوجة تضررتا في السنوات الماضية نتيجة الحرب على داعش الإرهابي. تم توقيع هذه الاتفاقيات بما تخدم الجامعتين في تبادل الخبرات والاشتراك في الندوات والمؤتمرات وما إلى ذلك، فنحن سعداء جدا بوجودنا اليوم في رحاب جامعة الموصل، هذه الجامعة العريقة، وخصوصا بعد أن تم إنجاز كل البنايات التي دمرها داعش والعصابات الظلامية فأصبحت منارا للعلم. نؤمن بشكل مطلق أن الجامعات هي شريان الحياة للمجتمعات والمدن، تساهم هذه الجامعات بتطوير المدن والمجتمعات من خلال تعاونها ومن خلال فعالياتها. جامعة الموصل التي أصبحت بقعة ضوء دولية ومحلية، جامعة الموصل تستقبل بشكل يومي الوفود الأجنبية وأيضا تنفتح بشكل كبير على زملائها.